في المحميات، الزرزور الأسود. يمتلك مركز الحفية بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية تجربة ثرية مميزة ومبتكرة، ورصيدا كبيرا وسجلا غنيا في مختلف مجالات البيئة، ويقوم بدور فعال في حماية وصون الحياة البرية الجبلية عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات وحملات التوعية للأطفال والكبار لنشر مزيد من التوعية عن ضرورات حماية البيئة وحيواناتها كجزء مهم من منظومة الحياة التي نعيشها. وتتيح زيارة المركز الفرصة للتعرف عن قرب على العديد من أنواع الطيور، على رأسها الزرزور الأسود، والذي ينتمي إلى فصيلة الزرازير، وهو طائر جميل متوسط الحجم، ومن شدة لمعان ريشه الأسود المتلألئ يشبهه البعض بسماء الليل المرصعة بالنجوم. يعيش الزرزور الأسود في أنحاء شمال إفريقيا وصولا إلى كينيا وشبه الجزيرة العربية وحتى الشرق الأوسط الكبير وجنوب إيران، وينتشر في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وهناك أنواع في شمال شرق أستراليا وجزر المحيط الهندي. عادة ما يبني الزرزور الأسود العش في التجاويف الطبيعية مثل جحور نقال الخشب المهجورة في الشجرة، وأيضا في أعشاش اللخلق الأبيض القديمة أو العصافير المهاجرة، وفي الهياكل الاصطناعية مثل الأسقف وداخل الجدران. وقبل الحضانة ومن أجل تحفيز الأنثى يضيف الذكر أوراقا عطرية جديدة إلى العش كجزء من عروض التودد، بينما تضيف الأنثى الريش استجابة لعرض الذكر. يمتاز الزرزور الأسود بالبراعة في الصيد، وهو طائر يتصف بالذكاء، وهو جامع للقمامة شديد التأقلم، ويعد من الطيور النهارية. يمشي بدلا من القفز ويطير بقوة، له أجنحة طويلة مثلثة الشكل وذيل قصير، ويتميز بجسمه القوي ولونه الأسود ورأسه البني وعنقه القصير المغطى بالريش، وله أقدام قوية طويلة رباعية الأصابع، ومنقار حاد ومعقوف للأسفل قليلا. ويتميز الذكر بلون أسود لامع مع وجود لون برتقالي على أطراف الأجنحة يكون ظاهرا أثناء الطيران، ويغطي اللون الأسود قدميه ومنقاره. أما الأنثى وصغارها فتتميز بلون أسود باهت أقرب للرمادي. ويتراوح طول الزرزور الأسود ما بين 21 إلى 23 سنتيمترا، ويزن ما بين 70 إلى 100 جراما، ويبلغ طول جناحيه من 38 إلى 42 سنتيمترا، وتضع أنثاه ما بين 4 إلى 5 بيضات، ويتناوب الزوجين على حضنها، وتتراوح مدة فقس البيض ما بين 11 إلى 14 يوما. يقوم كلا الوالدين بإطعام الفراخ وتنظيف العش، لكن الأنثى تؤدي معظم واجبات التعشيش، ويستمر الزوجان بتغذيته لعدة أيام حتى يستطيع الاعتماد على نفسه. ويختات الزرزور الأسود على الرخويات والصراصير والجراد والخنافس واليرقات والأفاعي الصغيرة والسحالي والطيور والثدييات الصغيرة والنباتات. يعرف عن الزرزور الأسود بأنه عديم الضمير، حيث يعرف بسرقته للبيوض من الأعشاش وسرقة فراخ الطيور الأخرى، إضافة إلى مهاجمة الثدييات الصغيرة المصابة أو الضعيفة. يشتهر الزرزور الأسود بخفته وبراعته في الطيران مع إصدار صوت ضجيج من خلال رفرفة الجناحين، ويستطيع تقليد أصوات مجموعة متنوعة من أنواع الطيور، ويمكنه إصدار ما بين 15 إلى 20 تقليدا متميزا، كما أنه يقلد بعض الأصوات غير أصوات الطيور البرية. وهناك واحدة من أكثر ظواهر الطبيعة التي تحير العلماء، والتي تقوم بها أعداد هائلة من طيور الزرزور، حيث تتحرك وتتجمع في الهواء وكأنها جسد واحد. وتعرف هذه الظاهرة الغريبة والمحيرة بظاهرة الهمهمة، تقوم خلالها آلاف الطيور بالطيران في نفس الوقت باتجاه واحد وبسرعة عالية ضمن أشكال منتظمة دون أن يحدث بينها أي تصادم.